بددت وزيرة المالية مريم العقيل المخاوف التي أثارتها تصريحات نسبت إليها بشأن المساس بالرواتب، وهو الأمر الذي نفته الوزيرة أمام مجلس الأمة وأجمع النواب على رفضه. كان مساس، بعدين راح يكون مساس حق القادم، اليوم لا مساس أبدا. يعني هناك هذا أيضا يعني يشكل ريبة عندنا احنا كأعضاء مجلس الأمة وأيضا عند الشعب الكويتي. فعدم الوضوح هذا لا يعني ان احنا اليوم يعني فرحين في اللي قالته، لا، هذا يدل على عدم مصداقية، يدل على عدم وضوح، يدل على عدم يعني دراية كاملة في 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 ميزانية الدولة وفي الحالة المالية للدولة وفي دولة مثل الكويت. تبون إصلاحات؟ صرحنا في السابق، في المجلس السابق وبداية المجلس هذا، تقعدوا على طاولة، فيه ممكن نسوي إصلاحات كثيرة للاقتصاد، لكن مو عن طريق المواطنين. التصريحات الحكومية عموما وتصريحات الأخت وزيرة المالية خصوصا مقلقة ومتضاربة ومتعارضة، ولدينا مخاوف مشروعة نيابية وشعبية من التوجهات المالية الحكومية، وهذه المخاوف ليس فقط ما مبعثها التصريحات المتناقضة للأخت الوزيرة، بل أيضا مبعثها المواقف الحكومية المناهضة لكل مكسب شعبي. يعني كل ما نتكلم عن قضية شعبية حتى لو كانت بسيطة تتعلق مثلا بربات البيوت أو بمتقاعدين أو بالقرض الحسن وتحسين شروطه وهو قرض سيعاد للدولة، كل هذه المسائل البسيطة وهذا الرفض الحكومي المتكرر مع التصريحات المتناقضة أوقفنا بموقف شكل. إصلاح البيت الداخلي للحكومة مطلب نيابي على ضوء تقارير لديوان المحاسبة كشفت اختلالات في بعض المناحي. نبدي بالحكومة نفسها، في هدر، في إسراف، في فساد يجب أن يواجه. موضوع دعوم مسجد مواطنين وغيره هذا المفروض ما يطرح الآن، لما الناس تشوف أن الحكومة جادة في إيقاف الهدر وإيقاف الإسراف وإيقاف الفساد، ذيك الساعة مستعدة أن تبحث بعض الجوانب الإصلاحية الأخرى. لكن الآن أنا أعتقد يجب أن الحكومة تركز على أن تواجه صور الإخلال المالي والإداري. وفي نقطة نظام كان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد وجه للوزير العقيل أسئلة مباشرة أثناء الجلسة الماضية، إذا ما كان هناك تفكير أو نية أو توجه لتخفيض الرواتب، وجاءت إجابة الوزيرة قاطعة بأنه لا يوجد أي توجه لذلك، وسط تأكيد على متانة الاقتصاد الكويتي. لتلفزيون المجلس طارق السهو.